أيضا مرة أخرى إلى بعلبك. دكتورة تمارا، هل تري أن الآن الولايات المتحدة ستمارس نوع من أنواع الضغط على الصين لتهدئة الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وخصوصا مع تصاعد الأحداث الفترة الأخيرة؟ يعني إذا نظرنا إلى عندما ساد التوتر بين إيران وإسرائيل، أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اتصالا بنظيره الصيني وانغ يي. وانغ يي من جهته أيضا تباحث مع وزير الخارجية الإيراني الذي أعلن، قال أن إيران لا تريد التصعيد في المنطقة ومع إسرائيل. بالمقابل كان هناك ضغط أمريكي على إسرائيل لعدم الرد على الهجمات الإيرانية أو أن يكون الرد الإسرائيلي محدود، وبالتالي بحسب اعتقادي هذا ما رأيناه، أن الضغوطات الأمريكية على إسرائيل بأن يكون الرد محدودا، هذا ما حصل. والتحاور والتباحث بين الصين وإيران أدى إلى عدم قيام إيران بالتصعيد والرد على الهجمات الإسرائيلية مرة أخرى، وبالتالي فإن الاتفاق الصيني الأمريكي ممكن بدوره أن يهدئ من حدة التوترات في منطقة الشرق الأوسط، بأن تقوم واشنطن بالضغط على إسرائيل من أجل عدم التصعيد في المنطقة أو وقف عدوانها على قطاع غزة. بالمقابل تقوم الصين بالتباحث مع إيران والأطراف المعنية في المنطقة من أجل إيجاد تسوية لهذه القضية الفلسطينية وعقد مؤتمر للسلام. وبالتالي فبرأيي أن التباحث بين الولايات المتحدة الأمريكية وبكين قد نجح في التخفيف من حدة التصعيد، واحتواء التصعيد المحيط بلبنان أيضا دكتور؟ التصعيد في لبنان بالنسبة إلى يعني التصعيد في لبنان مرتبط أيضا بالتصعيد في قطاع غزة، وبالتالي فإن الهجمات من المقاومة اللبنانية على إسرائيل والعكس أيضا، فإن جبهة الشمال جبهة شمال فلسطين المشتعلة ستتوقف متى انتهت الحرب في غزة، وهذا ما تردده المقاومة اللبنانية دائما. وأيضا بالنسبة إلى أزمة البحر الأحمر، يعني الولايات المتحدة الأمريكية سابقا طلبت مرارا من بكين الضغط على إيران من أجل أن تقوم طهران بالضغط على الحوثيين لإيقاف هجماتهم في البحر الأحمر، ولكن إيران الصين من جهتها تقول أن الوضع في منطقة الشرق الأوسط ككل مرتبط بحرب غزة، وبالتالي يجب إيقاف الحرب أولا من أجل أن يستتبع الهدوء في والصين ورقة قوية في هذه النقطة.